بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، وبه نستعين وعليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، محبي الأصالة، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة والسلام. نصل هنا إلى لحظة الختام، ختام تمهيدي المرموم مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، بداية إشارات هذا الموسم التي تنطلق هنا وتصل إلى المحطة النهائية، هي محطة ختام والأسبوع الختامي لهذه المكرمة وهذا التمهيدي. نرحب بمشاهدينا الأعزاء أينما كانوا من خلال بداية انطلاقنا في أول أيام هذا الختام، وهو يوم خاص بسن اللقاية وانطلاقة الشوط الأول، الشوط الذي تبدأ به اندفاعات هذه اللحظات لهذا السن، سن اللقاية لمسافة 4 كيلومترات، وانطلاقة الشوط الأول خار المحليات الأصايل والجولة الأولى، جولة الساعات كما تسمى. ينطلق إذن على بركة الله مشاهدينا الكرام الشوط الأول، وهو شوط أول ساعات هذا الختام من خلال هذه المنافسة القوية التي نتابعها في هذا الشوط وفي كل الأشواط. نذهب إلى المقدمة، نتابع موده، تبدأ بالمركز الأول سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، بينما المركز الثاني هناك سرابة جابر بن راشد بن محمد الهاجري، انتقل للمركز الثالث والرهيفة، في المركز الثالث أحمد بن خليفة بن حاسوب الدرمكي، والمركز الرابع يا سلام زماي مبارك مسيل بن مبارك آل اشتبي، والمركز الخامس تتدخل جبارة حمدان بن محمد بن خليفة بن قحيد المهيري في هذه التحديات، بينما المركز السادس مباشرة مع طموح سلطان بن مطر بن مرخان، والمركز السابع هذه جماهير خلفان بن علي بن رفيزة الاشتبي، والمركز الثامن دخول قادم من شواهين عمير بن صغير بن قنوب بن يرادة الاشتبي، بينما المركز التاسع هناك مهابه جابر بن مبارك بن سالم الزرعي، والمركز العاشر تدخل قادم بقوة في هذا الاندفاع وفي هذه التحديات، هي مشهورة علي بن صغير بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة، هذا هو النداء الأول، هذه هي تحديات أول الأشواط، ونحن الآن على موقع 2 كيلو، هنا منتصف المسافة والتقدم بدأ الآن في المركز الأول. التغيير من رهيفة في المركز الأول لأحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي السلام، والمركز الثاني وصل أيضا بن قحيت في هذه التحديات، وجبار حمدان بن محمد بن قحيت المهيري على المركز الثاني في هذا التنافس، وهنا ضيفة قادمة أيضا للمنافسة جابر بن راشد محمد الهاجري، ما شاء الله في هذا التحدي وفي هذه المنافسة القوية، بينما المركز الرابع شعار أيضا قادم هناك من الذيت في التحديات لجماهير خلفان بن علي بن خلفان بن رفيسة آل اشتبي، والمركز الخامس يا سلام بدأت الأسماء سلهود محمد بن سعيد بن حليس الزرعي في المركز الخامس، وفي المركز السادس عودة إلى المنافسة والشاهينية محمد بن سلطان بن رشيد الاشتبي في هذه التحديات. يا سلام يا سلام يا سلام، منافسة وانطلاق، وقادم أيضا في المركز السابع افتكار محمد بن علي بن عبد الله الرميثي في المركز السابع. 1200 للتذكير ولعلم تابعين ما شاء الله في هذا المسار، والرهيفة على المركز الأول أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي سلام يتصدر. تبدأ هنا المنافسة وتبدأ التحديات. الله 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 الله، سلهود على المركز الثاني محمد بن سعيد بن حليس الزرعي، وهنا قادم أيضا في هذه المنافسة يا سلام حشمة عبد الرحمن بن حميد بن علي بن غدير الاشتبي في هذه المنافسة، ما شاء الله
ما شاء الله، شوف 800 متر والمنافسة بدأت الآن بقوة، بدأت الآن الإثارة تحمل هذه اللحظات. لا تزال على المركز الأول سلهود محمد بن سعيد بن حليس الزرعي، يا سلام، في المركز الأول والصدارة، والمركز الثاني حشمة على المركز الثاني عبد الرحمن بن حميد بن علي بن غدير الاشتبي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث يا سلام يا سلام يا سلام في هذا التنافس محمد بن سلطان بن رشيد الاشتبي. اذا الساعة الاولى تتجول في هذه اللحظة، تنطلق الى المقدمة، الى الصدارة، الى بداية الاثارة. الله الله الله، بن حليس على المركز الاول، ما شاء الله ما شاء الله، وهي سلهود محمد بن سعيد بن حليس الزرعي، والمنافس في المركز الثاني شاهيني محمد بن سلطان بن رشيد الاشتبي، يا سلام. المركز الثالث وصلوا القادمون للياسات، يحيى بن صغير بن قنوم بن يراد الاشتبي، يا سلام، الياسات اللي تعادل الماسات، ولكن الصدارة هنا. الله، الشاهينية الشاهينية، الساعة الأولى في ختام تمهيدي المرموم. سلام يا العوير، سلام، ما شاء الله وتبارك الله، البداية الشاهينية محمد بن سلطان بن رشيد الاشتبي، المركز الثاني الياسات يحيى بن صغير بن قنوم بن يراد الاشتبي، المركز الثالث سلودي محمد بن سعيد بن حليس الزرعي، والمركز الرابع هناك متواجد أدنوك راشد بن سالم بن علي الغيلاني، والشاهينية سليم بن علي بن حبيب الهاشمي في المركز الخامس. هذه المراكز ما شاء الله، هذه الإثارة، هنا التحدي، هنا مسار هذه البداية التي يشهد هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام، نتابع المقدمة ونشوف أيضا مسار الاندفاع الأول، مسار الإثارة الأولى التي يبدأ هذا الشوط، والتوقيت الزمني 6 دقائق 3 ثواني 3 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس لدكتور الأصالة ما شاء الله محمد بن سلطان بن رشيد الاشتبي في هذه اللحظة وفي هذه المناسبة. المركز الثاني نقول ياسات وصلت في المركز الثاني، حبر صغير بن قنون بن يرادة الاشتبي أيضا 6 دقائق 3 ثواني 4 من الأجزاء من الثانية ما شاء الله. والمركز الثالث نشوف صاحبة المركز الثالث، المركز الثالث وهي 6 دقائق 4 ثواني 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن حليس الزرعي. هذه النتيجة، هذه التحديات للشوط الأول الافتتاحي.